السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تطبيق ممتاز يا شباب، تطبيق لالتقاط او تصوير او التقاط صوره باستخدام التصفير، بس انت تصفر فهو يصور ويلتقط صوره فبدون ما تضغط اي شيء. مثلا هذا التطبيق جدا مفيد اذا انت تبي تصور، تحط الموبايل في مكان وتاخذ صوره، فبس تصفر وهو يلتقط صوره. فما بطول عليكم في الفيديو، طبعا رابط التطبيق بتحصله في وصف الفيديو. طريقة تحميل التطبيق جدا سهل، كل ما عليك انك تدخل على رابط اسفل الفيديو في الوصف. بعد ما تدخل على رابط بيوديك لصفحات اعلانية، تتخطى الاعلانات وبيفتح لك موقع التحميل وتحمل وتثبت التطبيق بالطريقة العادية. بعد التحميل والتثبيت نفس ما تشوفون هذا هو التطبيق على سطح المكتب. الحين نفتح التطبيق، اول ما تفتح التطبيق نفس ما تشوفون الحين، نفس ما تشوفون الحين الكاميرا يشتغل، اوكي؟ الحين حتى يعني تصور بس تصفر، اوكي؟ ناس ما شغل الحين بتصفر وشوف كيف يلتقط صورة. ناس ما شفته تم التقاط الصورة، تقدر تستخدم الكاميرا الأمامية وكاميرا الخلفية ما تفرق، اوكي؟ تقدر تاخذ الكاميرا الأمامية ناس ما شفته. ناس ما شفته تم التقاط الصورة، ما تفرق يا شباب. يعني تستخدم يعني تختار الكاميرا الأمامية والخلفية، بس تحط الموبايل في أي مكان، اوكي؟ وتصفر من بعيد. ناس ما شفت التطبيق جدا رهيب يا شباب، بس تصفر وهو يلتقط صورة. أنصحك بتحميل هذا التطبيق وتثبيته على الجهاز، جدا تحتاجه يا شباب. وبس هذا هو التطبيق، يعني ما لي تطول في الفيديو، تطبيق جدا ممتاز، يعني شيخ خرافي يقدم هذا التطبيق. وبس إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. مع السلامة.